أوروسكوب مع داليا. بونجور وأحلى صباح لكم مستمعينا، إن شاء الله كل أيامكم بتكون عامرة بالسعادة الفرح والضحك الكبير اللي دايما بتنور قلوبكم ووجوهكم. شو مخبلنا الفلك لليوم؟ خلينا نبدأ سوا. برج الحمل، فتح عيونك كتير منيح على كل الأمور اللي عم بتصير من حولك، لأنك بتكون قادر على التقاط أفكار جديدة بالترجمة بعملك. قلبك دقاته قوية وكتر خير الله أنت والشريك سمنة على عسل، يعني الله يبعد عنكم الزعل والمشاكل. برج الثور، جهز نفسك أيها الثور لأنه بانتظارك حدث بيخليك ترتاح بعد عناء وتعب العمل. من الممكن أنه يكون مشروع، حفلة أو حتى عشاء بيشيل الهم عن القلب. عاطفياً الأوضاع هادية ورايقة، وكل ما عليك أنك تبقى محافظ على مزاجك الرايق واستمع دايماً لأغنية خليلي مزاجك رايق. برج الجوزاء، بتساعدك الظروف على تحسين أوضاعك المهنية، شرط المحافظة على الطاقة اللي بتملكها واستخدامها بالمكان الصحيح. بيضحك قلبك اليوم إذا كنت عازب أو حتى مرتبط، لأنك بتلتقي بشخص بيأثر قلبك وبيكون صديق جيد. برج السرطان، بتاخد قرار كتير مهم بشكل النقل النوعية لمسيرتك المهنية، ولكن بينصحك الفلك بعدم التسرع. يوم كتير مناسب للعازب من مواليد برج السرطان، حيث بيلتقي بشخص بيلفت نظره وانتباهه خلال اجتماع أو حتى سهرة. برج الأسد، تشعر ببعض الإرهاق والسبب بيعود لكثرة الأعمال وبنفس الوقت قلة النوم، حاول الاستفادة من بضع الساعات ولو القليلة للراحة. أنت والشريك على وفاق تام طالما أنه ما في أي تدخلات خارجية، وطالما أنه كل شيء بيصير داخل المنزل بيبقى فيه. برج العذراء، بتحضر لمسيرتك المهنية، وهالأمر بيخليك تطلع على السلالم خطوة خطوة، تريبيان، لأنه ما في أفضل من هيك. بتحدد كل النقاط اللي عم بتيق لعلاقتك بالشريك، أو بمعنى آخر بتحط إصبعك على الجرح وبتحل كل أمورك. برج الميزان، من الضروري تحديد استراتيجية خاصة فيك وتبدأ بتنفيذها بأسرع وقت ممكن، وما تشعر بالاكتئاب أو حتى الانزعاج إذا أخذت وقت أطول لتحقيق كل خطوة، فالمهم النتيجة الأخيرة ومش الخطوات. انتبه لخياراتك العاطفية اليوم وما تلحق قلبك وحده، لأنه العقل والقلب سوياً بيحددوا علاقة مستقبلية ناجحة. برج العقرب، حين الوقت للعمل الجدي ولشد النفس لإتمام مهامك بأسرع وقت ممكن. عاطفيا ابتعادك عن الشريك بيخليه يشتاق لك وبتقرب منك أكثر وأكثر. برج القوس، يوم كتير جيد بتنهي خلاله الكتير من الأعمال العالقة وبتحصل على مشاريع جديدة. كون أكثر جدية بعلاقتك العاطفية وكون أكثر ثقة بمشاعر الحبيب وما تضلك تشكك فيه. برج الجدي، تتوصل لتسويات كتير هامة على الصعيد المهني وبتلتقي بأشخاص متعددين وبتطلع على معلومات بتذهلك. بتختفي وأخيراً الهواجس وأسباب الغيرة وبيطمئن بالك لسير الأمور وبتغض النظر عن بعض الشوائب اللي بيتمسك فيها حبيبك. برج الدلو، انتبه لعينيك من كثرة المطالعة أو حتى الجلوس على الكمبيوتر ساعات طويلة، وأعطي المدى لعينيك. ما تلزم نفسك القيام بمجهود إضافي للتقرب من الشريك، وبالأخص إذا كنت مزعوج هالفترة. برج الحوت، ما بيجوز إنك تبعثر طاقتك بأمور أو مشاريع سخيفة، بل عليك التقدم مهنياً حتى تلاقي جهودك التقدير اللازم. اتحاشى النزاع والجدال مع الحبيب حتى ما يتطور الوضع بطريقة سلبية أو حتى يتأزم من دون أي سبب. كانت معكم داليا من وراء الميكرو، على أمل إنه نتلاقي قريباً. بتمنى لكم نهار كتير سعيد. أرفوار. أوروسكوب على الشرق الأوسط 14:50 AM.